وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد. برحب بحضرتك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. يعني أزمتين متتاليتين بدءا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهذه الأزمات التي أثرت على اقتصاد العالم بأكمله، ولكن مصر استطاعت خلال هذه الفترة أن هي تحقق معدل إيجابي في الاقتصاد، والآن أخبار جيدة بتراجع معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر. كيف تقيم هذا التراجع؟ يعني طبعا احنا بنوضح ان يعني معدل التضخم ودايما اللي احنا بنقيس بيه معدل الارتفاع في الاسعار بشكل مستمر. طبعا يعني احنا كان ما قبل الى عام 2020 كان معدل التضخم في مصر بياخد اتجاه يعني منخفض، ولكن يعني منذ عام 2021 وحدوث ازمه الطاقه واخلاقه ابتدى معدل التضخم يزيد، واحنا يعني يمكن كانت وفقا للمؤشرات الرئيسيه طبعا ومعدل التضخم في مصر بيقيسه جهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اللي يسمى مؤشر قياس اسعار المستهلكين او حتى معدل التضخم الاساسي اللي بيقيسه عن طريق البنك المركزي. وطبعا يعني احنا زي ما شفنا ان معدل التضخم انكسر لاول مره منذ 6 شهور، يعني انخفض، وانخفض ده معناه ان مش الاسعار انخفضت، ولكن مش معناه ان الاسعار انخفضت، ولكن ان وتيره الارتفاع في الاسعار انخفضت. ده كان مدعوم بشكل اساسي ان في مجموعات سلعيه اسعارها انخفضت بشكل كبير، ويمكن المواطنين في الاسواق شافوا ده زي الخضروات وزي الفواكه، كان انخفاض اسعارهم ملموس، وبالتالي ده انعكس على مؤشر التضخم بصفه عامه ان يعني وتيره ارتفاع الاسعار انخفضت بشكل كبير، ويمكن ده اول مره من 6 شهور، وده يعني يتماشى مع قرار البنك المركزي لما ثبت سعر الفايده في اخر اجتماع ليه. خطوات عديدة بدأت أن تقوم بها الدولة وكانت تقوم بها الحكومة أيضا من أجل الحفاظ على معدلات التضخم في أقل مستوياتها، كيف تقيم هذه الخطوات والإجراءات، وهل نحتاج مزيد من الإجراءات في الفترة القادمة؟ يعني طبعا اكيد بالفعل الاجراءات اللي هتقوم بيها الدوله وتقوم بيها الحكومه طبعا مستمره، مزيج من السياسات، سياسات ماليه وسياسات نقديه طبعا، يعني علشان نمتص معدل التضخم الكبير اللي احنا يعني موجود في العالم كله، ومصر بحكم ان هي جزء من العالم طبعا يجب ان تعمل السياسات الاقتصاديه في مصر متمثله بشقيها السياسه النقديه والسياسه الماليه في زياده المعروض من السلع والمنتجات والخدمات، وايضا حتى ان كان في قرار او في اتجاه تحدث السيد رئيس الوزراء لانه هيبتدي يتخذ مجموعه من القرارات المهمه علشان تزود من تنافسيه مصر امام الاسواق الدوليه. ده معناه ان هو هيكون في اعاده انضباط للضرائب وتقليل التكاليف وتقليل الاجراءات الاداريه او اي مصروفات بتزود من اسعار السلع النهائيه، ده هيكون فيها نوع من انواع يعني الترشيد او في نوع من انواع الضبط علشان يعني يكون لديك سلع ومنتجات وخدمات تتنافس في الاسواق الدوليه، وان ده يكون ايضا عن طريق انه يكون المنتج النهائي سعره منخفض الى حد ما، وده اكيد هيكون ليه انعكاساته على اسعار التضخم. اي كلما تمكنا من انتاج السلعه بتكاليف منخفضه ده هيكون افضل في الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل. وضحت الصوره دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.